عسلامة، مساء الخير. نقعد هون. إني أشوف حد بحبه ده اللي بيفرحني على طول، بيساعدني على طول. أنا بحب أعمل ستايلينج للساعة الهابي سباغ بكذا طريقة، لأن الساعة دي بالذات بتليق على كل حاجة. فممكن ألبسها الصبح مع جينز، ممكن ألبسها وأحط جنبها يعني بيرسلس تانية، ممكن ألبسها لوحدها خالص مع تي شيرت مع قميص. الهابي فيس بتاعتي، طيب لحظة واحدة. أنا بالنسبة لي بتوحيدي بالحرية أولاً، وهما مش محبوسين زي الدايموس بتبقى ثابتة دايماً، هما بيتحركوا. وبالخفة كده، بالفرحة، يعني بحس إن هي حاجة لطيفة جداً ومبهجة وما بتموتش، يعني تايمليس. يعني ممكن بحس إن شوبار ممكن الأم تسيبه لبنتها وتسيبه لحفيدتها، مش هيموت أبداً أي موديل من شوبار. ميرسي.